السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم في درس جديد. نتعلم في هذا الفيديو عن verbs followed by، يعني أفعال متبوعة به يا أما يكون to أو ing. إذا كما نعلم في أفعال يأتي بعدها ing وأفعال أخرى يأتي بعدها to. في هذا الفيديو نتعلم هذه الأفعال ونشرح بعض القواعد التي تتعلق بهذه الأفعال وملاحظات تساعدنا على لإيصال المعنى المطلوب إيصاله. تقسم هذه الأفعال إلى أربع مجموعات، نتذكر أربع مجموعات. المجموعة الأولى يأتي بعدها to بعدين infinitive. infinitive نسميه المصدر، يعني كيف المصدر؟ بدون s، بدون ing، بدون ed وهكذا. إذن أول مجموعة to بعد يأتي الفعل بالمصدر. he agreed to wait، وافق لي الانتظار أو وافق على الانتظار. لاحظ الفعل agree جاء بعده to والفعل بدون أي إضافة بالمصدر. لاحظ he agreed to wait. المجموعة الثانية take يعني تأخذ ing، يأتي بعدها الفعل مضاف له ing. he denied doing it. لاحظ الفعل denied من الفعل deny، deny ينكر. عند إضافة الـ ed نحذف الـ y نقلبها إلى i ونضيف ed denied. أخذنا قبل إذا كان عندنا حرف صوتي، الحرف الصوتية o a i u e، إذن face. إذن مشان نذكر الحرف الصوتية o a i u e، ما عدا الحرف الصوتية إذا جاء قبل حرف الـ y حرف ساكن نقلب الواي الى اي ونضيف ايدي. اذا الفعل denied، he denied doing it. اذا المجموعه الثانيه ياتي بعدها ing. المجموعه الثالثه لاحظ يعني ياتي ing او to، لكن عندنا فرق صغير في المعنى. I like doing it. لاحظ الفعل like جاء بعده الفعل do مضاف له ing. الجمله الثانيه I would like to do it، ايضا بعد like جاء to do، مرة ing مرة to. الجملة الأولى I like doing it، يعني بشكل عام أحب أن أقوم بهذا الشيء بشكل عام. الجملة الثانية I would like to do it، أحب أن أقوم به but I have work، لكن عندي عمل. but I don't have time، لكن ليس عندي وقت. إذا هذا الفرق بيناتهم، الاثنين يحب عمل هذا الشيء، لكن هذا يتكلم بشكل عام، لكن هنا يتكلم عن موقف معين. الحالة الأخرى الرابعة يكون عندنا big meaning change، يكون تغيير كبير بالمعنى. مثلا I remember meeting him، يعني أتذكر مقابلته. I remember to meet him or I remember to meet him، تذكرت أن أقابله. لاحظ الفعل remember الأولى ing، الثانية to والفعل meet. الأولى بمعنى قابلت هذا الشخص وأتذكر هذا اللقاء، الثانية تذكرت أني لم أقابل هذا الرجل وقابلته. إذا هذا الفرق بيناتهم معنى كبير. الأولى أنه حدث فعل اللقاء وهو الآن يتذكر هذا اللقاء، الثانية أنه نسي أنه يقابل ذاك الرجل وذهب لمقابلته. إذن لدينا أربع حالات للـ ING و to. الحالة الأولى نضيف to والفعل، الثانية ING تضاف للفعل، الحالة الأخرى الاثنين مقبولة عندنا لكن في فرق صغير في المعنى أو الاختلاف بيناتهم. الأخرى أو الحالة الرابعة بيكون فرق كبير أو شاسع بالمعنى. نحاول نحفظ هذه الأفعال. بعد هذه القائمة يأتي to وليس ing. لاحظ agree، arrange، attempt، decide، demand، deserve، expect، hope، learn، long، manage، offer، promise، refuse، threaten، want، wish. ترجمهم: agree يوافق، agree to، arrange to يرتب لي، attempt يحاول، to decide to يقرر، and demand to يطالب،
B deserve to يستحق N expect يتوقع N hope آمل N learn to يتعلم لي long to يشتاق لي أو مولة B manage يدير لي offer to يقدم عرض لي promise to يوعد بأن أو يوعد لي refuse يرفض أن threaten to يهدد ب want to يريد أن wish to يتمنى أن agree arrange attempt decide demand deserve expect hope learn long manage offer promise refuse threaten want wish. بعد هذه القائمة يأتي ing يعني الفعل مضاف له ing نسميه طبعا gerund اسم الفاعل miss postpone practice put off avoid delay deny dislike enjoy finish gone give up can't help keep on don't mind risk can't stand stop suggest miss يشتاق لي أو يفتقد لي miss ing postpone يؤجل practice يتمرن put off يلغي avoid يتجنب delay يؤخر deny ينكر dislike لا يحب يعني يكره enjoy يستمتع finish ينهي go on يتابع give up يستسلم can't help لا يستطيع المساعدة keep on يتابع don't mind لا يمانع risk يغامر be ويتعرض لخطر من can't stand لا يتحمل stop يوقف suggest يقترح miss postpone practice put off avoid delay deny dislike enjoy finish go on give up can't help keep on don't mind risk can't stand stop suggest هذه الافعال تاتي to بعدها او ing الحالتين صحيحه لكن في عندنا اختلاف صغير بالمعنى عندنا هذه الافعال مثل like love prefer start hate can't bear begin continue like يحب love يحب prefer يفضل start يبدأ hate يكره can't bear لا يستطيع تحمل أو أن يتحمل begin يبدأ continue يستمر إذا هذا الأفعال يأتي بعدها to أو gerund يعني اسم الفعل ing لكن اختلاف صغير بالمعنى ماري began to play the piano يعني بدأت ماري بالعزف على البيانو مثلا but the phone rang لكن رن الهاتف إذا هذا يتكلم عن شيء معين ماري began playing the piano يعني بدأت ماري بالعزف على البيانو when she was 5 عندما كان عمرها 5 سنوات الing نتكلم عن شيء عام بشكل عام الاثنين بمعنى يحب لاحظ يحب العزف يحب العزف لكن نتكلم بشكل عام عن حبها للعزف متى بدأ وهكذا لكن نتكلم عن موقف معين نستخدم to والفعل بالمصدر ننتبه لهذا التركيب أو العبارة I would like to go نحفظ هاي أود أن أذهب أو نختصرها I'd like to go إذن أود أن أذهب لا يأتي بعدها بعد like لا نستطيع أن أكتب ing going هذا خطأ I would like going
لا نستطيع قول هذا إذا ننتبه هذه العبارة دائما نحفظها بصم I would like to هالتركيب هذا يأتي بمعنى أود أن وبعدها يأتي الفعل بإنفينيتيف بالمصدر بدون أي إضافة كما قلنا لا نستطيع نكتب بعد I would like نضيف للفعل ING بيكون التعبير خطأ مع بعض الأفعال عندما يأتي بعدها to أو ING بيكون هناك فرق كبير بالمعنى مثلا he remembered to see the man تذكر ليرى الرجل أو ليقابل الرجل to meet the man هنا هو كان ناسي لكن تذكر وقابل الرجل he remembered seeing the man تذكر مقابلة أو رؤية الرجل يعني هو قابل الرجل لكن الآن يتفكر أو يتذكر مقابلته يعني كيف كان اللقاء إذا هنا نسي أن يقابل الرجل فذهب للقائه الحالة الثانية هو قابل وخلص لكن الآن يتذكر المقابلة الجملة الثانية لاحظ باختلاف بين to open or opening try to open the window حاول أن تفتح النافذة الآن جرب أن تفتح النافذة try opening the window جرب فتح النافذة لنرى ماذا سيحدث إذا الأولى يعني هل تستطيع أن تفتح النافذة؟ الحالة الثانية افتح النافذة لنرى ماذا سيحدث إذا هناك أفعال إذا جاء بعدها to والمصدر to infinitive أو ing للفعل سمي جراند يعني اسم الفاعل بيكون هناك فرق كبير بالمعنى تكلمنا في هذا الفيديو عن الأفعال التي يأتي بعدها to infinitive أو جراند ing أو أفعال يأتي بعدها الحالتين to أو الفعل مضاف له ing لكن في اختلاف صغير بالمعنى أو اختلاف كبير بالمعنى وأخذنا أيضا بعض الأفعال التي يأتي بعدها ing والأفعال التي بعدها to والمصدر وأتكلم عن بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا الدرس أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.